حزنت البطة كثيرا ومشت لوحدها في الغابة حتى حل فصل الشتاء وكانت تشعر بالبرد الشديد وأخذت تبحث عن عائلة تعيش معها. جاء فصل الربيع وهي ما زالت تبحث وكانت متأكدة أنها ستجد عائلة تعيش معها يوما ما. وفي يوم من الأيام وقفت عند البحيرة ورأت من بعيد بجعة وسيمة جدا وقالت في نفسها: كيف أذهب إليها وأنا شكلي قبيح هكذا؟ ونظرت إلى البحيرة فرأت صورتها المعاكسة في الماء فتعجبت، فقد أصبحت وسيمة جدا، ففرحت لذلك وذهبت إلى البجعة سريعا. هل تعرفون؟ إنها ليست بطة، إنها بجعة. فأحبتها البجعة الأخرى وعاشوا بسلام في أمان.